أهلا بكم. بحفظ الله ورعايته وصل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر أمس إلى مطار أتاتورك العسكري بجمهورية تركيا الصديقة، وذلك لترأس وفد دولة الكويت في القمة العالمية للعمل الإنساني والتي ستعقد في مدينة اسطنبول. وكان في استقبال سموه رعاه الله على أرض المطار نائب محافظ اسطنبول إسماعيل جولتاكين وسفير دولة الكويت لدى جمهورية تركيا الصديقة عبد الله عبد العزيز الدويخ وقنصل عام دولة الكويت لدى اسطنبول محمد فهد المحمد وآمر أكاديمية الطيران العسكري اللواء فتحي الباييه وأعضاء السفارة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد غادر بحفظ الله ورعايته والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن ظهر أمس متوجها إلى جمهورية تركيا الصديقة، وذلك لترأس وفد دولة الكويت في القمة العالمية للعمل الإنساني والتي ستعقد في مدينة اسطنبول. وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ومعالي كبار الشيوخ ومعالي نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني. ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس خالد الصالح ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد والمستشار بالديوان الأميري محمد عبدالله أبو الحسن ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح ونائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب أحمد البدر ورئيس الشؤون الإعلامية والثقافية بالديوان الأميري يوسف حمد الرومي ورئيس الشؤون السياسية والاقتصادية بالديوان الأميري الشيخ فواز السعود ناصر سعود الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.